الجديد هو سيدي ربي كتب لنا عمر جديد باش نعاود نشاركو في هذا العمل الجديد اللي هو البهجه تاني. فانا زدتها نغزه، تيقول له قال لك شي حد واش كتعرف العلم؟ قال له كنعرف نزيد فيه. هي هذه، انا كنقول لهم احنا تاني في البهجه تاني. احنا عاود تاني في البهجه تاني. سيدي محمد، واش غيأثر في السياق ديال السيت كوم انها الشخصيه ربما تشوف واحده جديده؟ لا 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 بالعكس، بالنسبه للمتلقي واش غيكون سهل لانه يكمل؟ لا 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 بالعكس، احنا دائما كنتكلموا على واحد المساله دائما كنجبدوهم، هما حاضرون غائبون، دائما كنجبدوهم. كي دايره بنتك جواره، كي دايره بنتك هذا، كي دايره هذا، السلام عليكم، ما كتبانش. ولكن صدقني، لان نقول لك واحد القضيه مهمه جدا دابا وصلتيني ليها، وكنت ديما كنبغي نقولها، خاص المشاهد المغربي الكريم يعرف واحد القضيه، ان البطل هو العمل، البطل هو الابداع، وضيف الشرف هو المشاهد الكريم. حنا السلسله اللي كنخدموهم ما عندهمش بطل، حي البهجه ما عندهاش ابطال، فيها ناس معاونه مع ناس باش تفرج ناس، حيت الاعمال اللي تكون فيها البطل سرعان ما كتموت، والشهره والبطوله الاسرع حدث اسرع زوال. يعني حنا كنحاولوا نشتغلوا دائما في هذا الجو ديال الجو العائلي. حنا لا للبطل، لا للعجرفه، حنا ناس كنتعاملوا مع ابداعات جميله جدا. وغالبا ما شفنا مجموعه ديال الاعمال اللي كانت عندها اجزاء ثانيه وباءت بالفشل، لان بقات في نفس الديكور، في نفس الاشخاص، في نفس القصص. حنا واخا كتبان لك حي البهجه، راه موضوع اخر ونفس اخر وتوجه كوميدي ساخر اخر من نوع جديد. شنو غيقدم لنا حدو هذا العام؟ حدو بعد واحد القضيه باش تكون جبارك، حدو ديما فارس وحدو، لا تطمعوش في نزولو. حدو هو ان كتاب المكتوب طبيعة الحال شفنا الجزء الاول، لان مراته لا خدوج عندك طيح عندها شي حاجه، حيت الجزء الاول ملي كنقولوا لا خدوج كتخبط شي حاجه، يعني جوادها وروحها حاضره. لا خدوج كتموت، كتخلي لي بناتي بجوج، بناتي بطبيعه الحال كل وحده فين مشات، مشاو كراو وخرجوا بوحدهم، ما غادي نبقاش بوحدي كندور في حي البهجه، حيت انا كبرت ودوزت نصف عمري في مراكش، وعجبني كنتكلم على الشخصيه وعجبني، انا حداوي من رود حدو كله عودو، فعودي انا بان لي في مراكش في البهجه، يعني سبعه رجال وعود حداهم ديالي، فما بغيتش نرجع من مراكش، وليت مراكشي. مادام المغرب ما عندوش حدود، كي البهجاوي كي الفاسي كي الريفي كي الصحراوي، يعني احنا كلنا مغاربه تحت عالم احمر ونجمه خضراء وملك جميل. اذا هذاك حدو كيبقى تما وكيكتاب على انه يتزوج بمن؟ بواحد حدوه، واحد المصيبه، واحد الكارثه، واحد اش غنقول لك؟ جريمه. سناء كروت لالا حنان حتى هي ميت ليها الراجل، وعندني انا وياها كنتقداو من سوق واحد هو الفلوس والطمع، كنموتوا على ميمي. وما غاديش نحرق لك المراحل، ما غاديش نقول لك شحال دير ليا، يعني الطول ديالي ما كيبقى يسوى والو قدام سناء كروت اللي كنحييها من هذا المنبر، وكنقول لها انني فرحان انه شاء الخضار نخدم مع سناء كروت. ما كاينش شي تغيير بالنسبه للاخراج والتاليف ولا هو دائما قبل ما نتكلموا على الاخراج او الكتابه، كنسميها الكتابه انا ماشي تاليف، لان تاليف هضره اخرى دابا نعاود نرجع لك ليها، لان مشاركين فيه بزاف ديال الايادي مبدعه. فاولا كنشكروا الشركه المنتجه في شخص الرئيسه المديره العامه ديالها الاخت نجاة قبي، وفي شخص مديرها الفني على مستوى الانتاج سي خالد النقري وحنان ريدا. وكنشكر كذلك القناة الثانية اللي رحبت بالفكرة واعترفت بالجميل واعترفت بالنجاح الجزء الأول، وكنشكر الإخوان ديال دوزيام كلهم، يعني من المدير حتى لذاك اللي كيحل لي الباب كياخذ معندي الباج، بالحق أنا ما كياخذوش معندي، ولفوني. بالنسبة للإخراج ماشي غادي نعاود نقول لك والله ما كان يعني شي حاجة، كان يعني نيت. حنا معانا ربان، إلا كانوا الناس عندهم مخرجين حنا عندنا ربان، عندنا أن كوموندون دو بور كي سابيل صفاء بركة، مخرجة مبدعة متواضعة. أما بالنسبة للكتابة فما يمكنش نبداو نفرشوا في واحد الدار وحنا باقي ما شريناش البقعة فين غنبنيوها. فقبل الكتابة أو خلية الكتابة كاين هذاك البروموتور مول الأراضي اللي كيعطيك واحد لا بروموسيون، تيقول لك هذه الأرض راه تجي فيها فيلا ولا زوني موبل، اللي هو الأستاذ والمبدع جمال بن الماحي اللي كيعطيك القطعة الأرضية وكيقول لك هذه راها زون فيلا ولا زون ايموبل، عاد كنجيبوا البنايه اللي هما الكتاب. ولكن هنا نبغي نحل واحد الباب جد جد مهم، فالكتابه كتكون 100% لما ليها ملي كتكون دراما، فمن كونتي ساجي الكوميديا والفكاهه فضروري من الابداعات وضروري من الاضافات ديال هذوك الناس اللي قاعدين في ذاك السلسله، سينو غادي تدوز جافه.
وفي اخر المطاف كنحيي كل من بدع وحط صبعه او بصمه على الاقل في هذا العمل لكي يصل الى المشاهد الكريم اللي هو انت وانا وبا وباك وامي وامك، كل من هو مغربي.